الحكومه الجديده كانت عند تطلعات المواطن المغربي. اش غادي نقول لك اختي؟ هذا السؤال زوين اللي سولتيني. اش نقول لك؟ البرنامج اللي كانوا حطوا الحكومه، اي حكومه من قبل كتحط كتغير شي حوايج، ولكن لشي لاحظتي شي فيديوهات قبل كتلقاهم كيقولوا حاجه ودابا كتطبق حاجه، كيقول لك حنا راه ما قادرين، عندنا ما نديروا. هذا الشيء متفق معاك، تقدر دير غير الا كان عندك 21 ستار كتبتيه دير منه غير جوج ولا ثلاثه. ايه وظفتي الناس، باغي تخدم الناس، باغي دير كل شيء، ولكن علاش غتزيد في المحروقات؟ الا زدتي في المحروقات غيتزاد كل شيء. اشنو غادي تزيد؟ زيت في البوطه؟ شنو تعمرها بالماء وتخوي منها تخوي منها الغاز؟ يعني اي حاجه كتكون مغشوشه. تقدر الحاجه اللي قال لك غنزيد وما بغاش الشعب ناض، راه غادي نقصوا من شي حاجه، غيزيدوا لك الماء، الحليب غيزيدوا لك فيه الماء ويقصوا لك من الثمن، يعني انت الشعب ديما غيكون مهلوك وديما من هادشي، حتى حاجه ما غتبدل. شوف اذا كانت واحد غيضرب 50 عام والفوق هذا باش يكون سياسي ويكون في البرلمان، لا، خاص يكونوا شباب يكونوا من الشعب. ايه راه غيغروا الشيطان، غيولي باغي يجيب فلوس، ايه واحد غيتحط، حنا انسان راه بحال ماكا، ولكن النقطة اللي تكون هو تخلي واحد يشوف راسو منين بدا، وشنو كاين، وشنو عندك، اشنو تقدر الإضافة، اللي كنتي غتعطي إضافة مرحبا، حنا نشجعوك ونمشيو معاك، ولكن لما كنتيش غتعطي الإضافة، علاش؟ أغلبية الناس كتلقى عنده ديبلومات وعنده بزاف د الحوايج وما لقاش يخدم، كيقول لك فاش ما كان نخدم. اه السيد اللي عندك ديبلومات ما لقيتيش باش تخدم، زيد كمل قرايتك، غيجيب لك الله، واعتمد على راسك، ما تخليش ان حاجه تخدمك الدوله، لا، عطاتك الدوله فين تخدم، كاينه شي حوايج تخدمهم وتدبر على راسك، ما تبقاش عاط على الدوله، ولكن واحد الناس اللي ما يقدروش يخدموا وما يقدروش يدبروا على راسهم، خاص الدوله توفر لهم شي حاجه، وهذا الشيء ديال المعيشه، الا نقصتي من المعيشه والتعليم، كنوصي على التعليم، كنوصي على الصحه، اقسم بالله غيمشي كل شيء مزيان. وكنشكرك على هذا السؤال. شنو الرسالة ديالك للجمهور؟ الرسالة لمن بغيتيها؟ الحكومة بيان سيغ. الرسالة للحكومة، الحكومة عارفة شنو كاين، وعارفة شنو خاص الشعب، وعارفة كل شيء، ما يمكنش حنا غنقولوا للحكومة شنو دير، الحكومة عارفة شنو كدير، يعطيني شي برلمان خصو يهبط ويشوف، اجو يريحها، كيعرف ناس، يريح معاهم، طاب لا، شنو خاص الشعب؟ واحد من الشعب يقول لي شنو خاص، لا داعي باش يهبط هو، ما عارفينش، كل شيء عارف، حتى حاجة ما كتخبى في هذه البلاد. بلاد السعيدة الزوينة ديالنا حتى حاجة ما كتخبى، إذا الواحد خاصو يحل عينيه ويكون هو باغي يدير واحد الحاجة، إلا كنتي أنت باغي دير شي حاجة أقسم بالله أنت غتمشي، ولا كنتي واحد الحاجة بغيتي ديرها الخير في الناس الله غيعاونك فيها. الرسائل ديالنا في هاد أصعب هاد المحروقات حنا كنعانيو، سائق سياط وزا كيعانيو، راه غلاء بزاف علينا، ماشي في المازوط، محروقات بزاف في المواد، راه عالم يتكيسو علينا أختي والله، راه بزاف علينا، راه الصوافية كياكلو الدق. راه ماشي الصوافية، الأغلبية، راه بنادم عنده السيارة ديالو ما غالية بزاف، وشوفوا من حالنا، الله يشوف من حالكم، الله يرحم الوالدين. كيف كتوجه الرسالة ديالك؟ السي أخ النوش هو المسؤول الرئيسي على الزيادات كاملين، العالم اش دير معنا شي حل، العالم دير معنا شي حل، الله يرحم الوالدين، احنا معذبين، حنا تنتعدوا، راه ما بقينا نصور والو اختي، خدامين فابو، راه من سعد المازور. الله يا اختي لا من سعد المازوط، هادشي اللي كاين، الله يرحم الوالدين لما تشوفوا فينا. الرأي ديالك أن الحكومة الجديدة واش كانت تنظف المواطن المغربي أو لا؟ شي حكومة جديدة، ما حكومة ما والو، ما دارت لينا والو، كاع هذوك الوعود اللي قالت لينا كاذبة وما شنا والو، حد يومنا هذا من نهار طاحت الحكومة باقي ما شنا والو، ها الزيادات كيف ما قلتي أنت هي كاينين الزيادات، مول شنا، فما شي حاجة أخرى ما شناها. كاع هذوك الوعود المفامله اختي، الزيادات اللي كاينين صافي. شنو الحل في نظرك؟ الحل من عندهم، الحل ما يمكنش نديرو حنايا، حنا اللي داروها كطبق علينا حنايا اختي، ضحايا هادشي كامل ديال الزيادات، ضحايا حنا المجتمع هذا. رئيس الحكومه اخويا دير شوف لنا شي حل، الله يرحم الوالدين، هادشي بزاف، هاد الشيء ما بقاش كفايه اختي والله، هاد الشيء بزاف اكثر من القياس، بنادم عصابه والله، الا بنادم عصابه، الاغلبيه ما بنادم ما قدش يدوي، ما عملش غير غيقد يدوي، اش غيقول كاع؟ مع من غيدوي؟ ها هو بغى يدوي كاع مع من غيدوي، ما كاينش اللي يتصنت لك، ما كاينش اللي ياخذ معاه، والله يديهم علينا، الله يدير شي تاويل من عنده، في الاولى ولا الاخر، الله يدير شي تاويل.